تتغير وتبقى غير كده بصراحه، لان احنا اجورنا ضئيله جدا بالنسبه للمصاريف المصرفه على الولاد ومدارس ودروس واعياد ورا بعضها. الاجور ضعيفه جدا في مصر. حاجة البيع مش مستقرة، بمعنى ايه؟ صاحب البياع نفسه عايز يبيع لك بأي سعر عشان يمشي نفسه، البضاعة عنده بقالها سنة موجودة في المحلات، وفي نفس الوقت الحركة بالنسبة للبيع بقت ضعيفة، مفيش حد بيشتري دلوقتي لبس زي الأول، فاهم؟ في الأيام دي من ساعة الصوم ما حصلت والبيع بدأ يقل، وفي محلات تانية بتستغنى عن الأسعار بتاعتها اللي موجودة في السوق، يعني مثلا يبقى ليه سعر معين بيشتغل بيه، دلوقتي ممكن يبيع بنص السعر. لا مفيش حاجة بقت أرخص دلوقتي، كل واحد واللي بينزل مثلا قبلها بيوم حسب الظروف بتاعته. وشيء طبيعي ان المفروض الفتره دي ما فيش سيل عشان احنا في بدايه الموسم، فالطبيعي خالص ان احنا بنبيع بالاسعار العاديه اللي هي موجوده في الدنيا كلها، والشتوي كده كده غالي، ما فيش حاجه اسمها اسعار قليله، يعني الطبيعي بتاع الشتوي اسعار غاليه. يعني الاسره المصريه اللي عندها طفل واثنين وثلاثه حرام كتيره، عشان بنت واحده او ولد واحد اصرف له 500 600 جنيه عشان اجيب له طقم للعيد كتير. اللي عنده 3 او 4 اولاد حرام. والله كل واحد بيمشي على قد ظروفه، بقى بيجيب حاجه واحده كده والباقي بقى بيقضي بقى بالحاجات التانية. اقتراب موسم العيد تشهد الأسواق المصرية حالة زخم وزحام، هناك من يرغب في البيع وهناك من يرغب في الشراء، ولكن لسان حال المصريين في ظل ظروف الراهنة يقول اللي ما يشتري يتفرج. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.